What would have happened to us had we not gone out when we did? Our security was being pulled. Everyone in the world knew. ميغان ماركل أطعمت للذئاب وكيت ميدلتون حامل بالطفل الرابع. I wasn't being thrown to the wolves, I was being fed to the wolves. فجرت دوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجة الأمير هاري مفاجأة من العيار الثقيل في الجزء الثاني من سلسلة ميغان وهاري الذي انطلق عبر نتفليكس قبل ساعات. وقالت ميغان إن مساعدها الخاص الذي كان يعمل سابقاً مع الملكة إليزابيث شبه العائلة الملكية البريطانية بالأسماك التي تسبح بانسجام، وأن ميغان كائن حي أجنبي. كما أخبرها أن عائلة الأمير هاري سترفضها في البداية، إلا أنها ستتأقلم وستسير الأمور بشكل مذهل لاحقاً. I went, oh my God. She was like, but it's not my fault. And I said, I know. And my mom felt the same way. وكشفت ميغان ماركل عبارات غامضة في الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي، حيث كشفت أنه لم يتم رميها للذئاب بل أطعمت للذئاب قبل أن تغادر بريطانيا مع زوجها الأمير هاري، الذي اعترف بأن العائلة المالكة كانوا سعداء بالكذب لحماية أخاه، في إشارة إلى الأمير ويليام، موضحا بأن عائلته لم يكونوا أبدا مستعدين لقول الحقيقة لحمايته وزوجته، التي أكدت بأنه تم سحب قوة أمانهم حيث كان الجميع في العالم يعرفون مكانهم. They were happy to lie to protect my brother. They were never willing to tell the truth to protect us. من ناحية أخرى، فاجأت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني ويليام جميع المتابعين بصورة أكدت فيها أنها حامل، حيث ظهرت في الصورة واقفة أمام شجرة عيد الميلاد واضعة يديها أسفل بطنها الذي بان بروزه على غير العادة، وكأنها تشير بذلك إلى حملها بطفلها الرابع.